اهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم نتساءل عن صحة ما يقال ان قانون 21 قد تسبب بتحميل المحافظات ما لا تحتمل من صلاحيات، وهل كان القانون عبارة عن خلاف بين القوى السياسية والحكومة الاتحادية آنذاك، وام هو لترتيب الصلاحيات بين المركز الصارم والمحافظات الباحث عن الهروب من البيروقراطية الاتحادية، وهل أسهمت التجربة بزيادة التنمية أم أنها جاءت بنتائج معكوسة، وكم أثر إلغاء مجالس المحافظات على تنمية المحافظات وتطويرها؟ عن هذا الموضوع نتشرف باستضافة السادة الكرام النائب حسين العقابي عضو اللجنة القانونية النيابية، مرحبا بك النائب. الأستاذ برهان المفتي من هيئة المحافظات وممثل الحكومة في مجلس النواب، مرحبا دكتوران. النائب الأستاذ سعد المطلبي عضو دولة القانون، عضو مجلس محافظة بغداد السابق، والدكتور رياض العضاض رئيس مجلس محافظة بغداد السابق. أهلا بكم أساتذتنا الكرام. قبل أن نبدأ الحوار لنتابع هذا التقرير. السيف باليد التي تحمله، هكذا أجاب عمرو بن معد يكرب لمن عاب عليه سيفه الصمصامة حين جربه ولم يغني شيئا. الفكرة ذاتها تنطبق على القوانين التي يقرها البرلمان، ثم نكتشف بعد حين أنها قوانين لا تغني من فقر ولا تسمن من جوع. فالقانون بالجهات التي تنفذه وليس فيه هو بالذات. أعظم القوانين يمكن أن يفرغ من محتواه إذا صار بأيد ضعيفة مرتخية ومنخورة بالفساد. يصح هذا على قانون 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم، فقد ثبت عجزه عن إصلاح الأمور وتسبب بتحميل المحافظات ما لا تحتمل ولا تطيق من الصلاحيات. لقد قيل مثلا إن القانون استثمر لتفريغ خلافات القوى السياسية مع الحكومة الاتحادية، وأصبح أحيانا مدار ابتزاز وتسقيط متبادل، وكان الضحية الأول هو المواطن الضائع بين الحكومات المحلية والحكومة الفيدرالية. نعم، قانون 21 مثل صمصامة عمرو بن معد يكرب يحتاج إلى جهات تنفذه وتفلق به الصخر، وإلا يبقى مجرد سيف من خشب. هذا البرنامج برعاية وزارة النفط. إسمت سامان، خطط لمشروعك بنجاح. مجلس الأعمال الوطني العراقي، وزارة النقل، المجلس الاقتصادي العراقي. مرة أخرى مشاهدينا. سيادة النائب، يعني واحدة من الأخطاء التي يشكل عليها بعض أعضاء مجالس المحافظات أو حتى بعض المواطنين والمراقبين، يقول الاستعجال من مجلس النواب بإلغاء مجالس المحافظات دون إيجاد البديل. كثير من الاعتراضات والملاحظات حول أن الإلغاء تم بعجالة وكان قضية إعلامية أكثر ما هي قضية، يعني قضية حاجة فعلية لتطوير مجالس تطوير المحافظات. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك وللضيوف الكرام جميعا، متابعي فضائية عراقية الكرام، المواطنين الأعزاء جميعا. نقول لمن سوف يصوم غدا رمضان كريم عليكم جميعا، ولمن
سوف يفطر عيد مبارك إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى يكشف هذا البلاء عن هذا الشعب الصابر، بلاء فيروس كورونا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع ويدفع عنهم كل سوء. الله حلو. القضية ينبغي أن ننظر لها من عدة زوايا طبعا، من زاوية هل ما حصل هو دستوري أم لا. ما حصل أولا التوصيف جنابك أنه حال هو غير مو حل، هو إنهاء عمل. نقطة مهمة جدا، لا يمكن لأي جهة أن تحل مجالس المحافظات لأنها دستوريا موجودة في الدستور، لكن ممكن تقننها، ممكن تنظم عملها، ممكن تجعلها في بكيفية أخرى، هذا موضوع آخر. بالنتيجة توقف عملها. ها، إنهاء عمل المجالس التي انتخبت. نعم. إيقاف العمل. نعم. إنهاء عمل مجالس المحافظات والمجالس المحلية التي انتخبت أو عينت بالسنوات الماضية. تمام. هذا الإنهاء في تقديري وأنا قانوني، وبحثت هذه المسألة وكنت متابع لها من الألف إلى الياء، هو غير دستوري على الإطلاق، يعني لا يمكن، هو ذو بعد سياسي، ذو بعد إعلامي أكثر مما هو ذو بعد واقعي أو عملي، خلينا صح التعبير. من ناحية دستورية وفقا لوجهة نظري هو غير دستوري على الإطلاق، لأنه لا يمكن إعدام جهة رقابية موجودة ونص عليها الدستور. أكو مخالفات، أكو انتهاكات، أكو فساد، هذا شيء آخر. زين. إحنا مو كل شيء إن ملاحظات عليه نعدم موجودة. نفس هذه الملاحظات اللي موجودة على المجالس المحلية وعلى مجالس المحافظات هي موجودة علينا إحنا في مجلس النواب. هل نعدم وجود مجلس النواب؟ هذا تبرير غير سليم على الإطلاق، ومع شديد الأسف ما كان منطقي وما كان سليم. لذلك إحنا القضية هي قضية سياسية أكثر مما هي قضية قانونية وإجرائية. أكو مشاكل علينا أن نبحث عن حلول لهذه المشاكل. المشاكل بها جانبين، جانب فني واضح يعني اللي هو جانب قانون الإدارة اللامركزية بشكل عام وتشريعاتها وتنظيمها القانوني وتنظيمها الإداري. أنا كباحث في هذا المجال والمكان لا يسع عليه ملاحظات جوهرية وكبيرة، خلل كبير في بنية الإدارة اللامركزية. احنا خلينا ناس بالواجهة باختصاصات وصلاحيات محدودة جدا، وبعضها متناقض، وبعضها يعني احنا 3 سنوات او 4 نتعارك على الصلاحيات مال التربية والصحة، جيبها وديها وخليها وردها وإلى آخره، والنتيجة فوضى عارمة. مشاكل حصلت خصوصا في الأزمة الاقتصادية اللي مرنا بها من 2014 إلى 2018، ذيك يعني حقيقة أضعفت الإدارة اللامركزية. ليس هنالك دولة في العالم، حتى الدول اللي نظامها أسري مثل السعودية، مثل البحرين، مثل قطر، مثل فيها إدارة لامركزية وفيها حكومات محلية ومنتخبة. بلشت حتى في السعودية أكو انتخابات للحكومات وللإدارات المحلية حتى توجد تمثيل شعبي. لا يمكن لنا أن نعدم الإدارة اللامركزية. أنا أتفهم الجمهور هسه من أفتح أتناقش مع الجمهور، قلت أنت جاي سولف، مع احترام الأخوة جالسين، يعني الفساد والبوق هذا موجود في كل بنية الدولة. مو نعدم وجود المؤسسة الدستورية، وإنما نقوم مسارها ونصحح مسارها، ولا إفراط ولا تفريط. مو 40 عضو، واضحة الفكرة؟ المشكلة سياسية، أداء الطبقة السياسية. أنا قلت المشكلة بها جانبين، جانب فني بالتنظيم القانوني والإداري لهذه المؤسسة الدستورية، والسياسية هو الإدارة. الإدارة كان هناك استهداف سياسي لا لهذه المجالس في الإلغاء، القرار كان لا سياسي؟ لا، القرار كان سياسي. احنا عندنا مشكلة مجتمع اليوم، المجتمع ناقم على الطبقة السياسية. هذه الطبقة يعني هذا كبش فداء طبعا، عن يعني جايك يعني. مو بس هم كبش فداء، هم كبش فداء، مكاتب مفتشي العمومين صار كبش فداء، شو اسمه قانون التقاعد صار كبش فداء، وطلعنا ناس احنا محتاجينهم يبقون بالخدمة إلى 20 و30 سنة قادمة، طلعناهم على التقاعد وخلينا عجز يصير مؤسسات الدولة. فد فوضى عارمة مع شديد الأسف في التشريع وفي الإدارة، غير مبررة وغير سليمة، وبالأخير تبين لنا أنه مو هي المشكلة، لا رضينا الشعب ولا رضينا الجمهور، وطلعنا ندور في حلقة مفرغة مع شديد الأسف. الإدارة اللامركزية بها مسألتين، خلينا نكون شفافين ونكون صريحين مع شعبنا. مسألة تنظيمها القانوني، إجراءاتها، قضاياها الفنية بكل حيثياتها فيها خلل. أنا اليوم عندي مثلا شنو صلاحيات مدير الناحية والقيم مقام؟ هذا درجة مدير عام، ما عنده صلاحية يحل مشروع بمليون دينار، كان من حطانه؟
شو الفايدة؟ شنو شغله؟ مكبله ومخلي واجهة ما بالمجتمع، خلنا أعطيه صلاحية وأحاسبه. هذا جانب، جانب اللي هو التشريع. القانون فيه ملاحظات جوهرية نحتاج إلى إعادة صياغته، نحتاج إلى ترتيبه، لأنه لا يمكن لنا أن ننظر بمصالح المواطنين إلا من خلال الإدارة اللامركزية والإدارات المحلية. راح نرجع القانون. الجانب الثاني، بس خلنا نتحدث عن الجانب الثاني اللي هو الجانب السياسي. الطبقة السياسية أعطت نموذجا سيئا وسلبيا للإدارة اللامركزية. الصراعات التي حصلت في كل محافظات العراق كشفت عن واقع مرير، أنه هذه الطبقة هي تتصارع فيما بيناتها على مصالحها بعيدة عن مصالح الشعب. وما حصل في الجنوب والوسط كاشف وواضح جدا، يومية محافظ طايح ومحافظ نازل، محافظ صاعد ومحافظ رايح، ونسبة الفقر وصلت في المحافظات الوسطى والجنوبية إلى 40، والبطالة تجاوزت 25 إلى 30%. هذه كارثة، هذه مرتبطة بالأداء السياسي، بأداء الطبقة السياسية، لأن الطبقة السياسية اللي موجودة وقابضة على السلطة فوق في مجلس النواب وفي الحكومة هي نفسها موجودة في الحكومات المحلية، عليها أنه تتحمل مسؤولياتها وتكون شفافة وصريحة مع شعبها ولا تهرب من المشكلة إلى مشكلة أكبر وأعمق. يعني راح نجي نستفسر أكثر، ولكن أتحول بتعليق لحضرتك أثناء الإجابة للسيد طرهان. هل فعلا إلغاء مجالس المحافظات أنتم كحكومة تعتقدوه كان سياسي أكثر ما هو حاجة حقيقية للمواطن وللتطوير؟ هذا الإلغاء ضررته بالحكومة أم فاتكم؟ نعم. هذا الإلغاء؟ نعم، شكرا جزيلا أولا على هذا اللقاء. ثانيا سيد الفاضل، يعني اللامركزية بالعراق موضوع قديم جديد. يعني أولى إجراءات اللامركزية كان 1931، المرحوم ملك فيصل الأول عنده رسالة للأعيان ولذاك الوقت بضرورة العمل باتجاه اللامركزية ومصطلح لامركزية، لأن في كلمته هو ده يقول دائما راح نلقي مجموعة ما يعجبه أن يتعامل مع بغداد لعدة أسباب، فحتى هذا ما يعجبه أن يتعامل مع بغداد نخليه يتفاعل ويتعامل في محافظته. فكان فكرة اللامركزية، وعلى أثر صدر قانون في 1936 وقوانين في الخمسينات وقانون 159 لسنة 69 وبعدين وتعديلاتها وبعدين قانون سلطة الائتلاف 71 وصولا إلى قانون 21. فالدولة العراقية دائما بيها مشاريع للامركزية الإدارية والمالية بالصلاحية الواسعة، دائما ياخذ خطوتين ثلاثة إلى الأمام ويرجع أو ترجع هذه التجربة وهذه العملية تنتكس. هاي نقطة. النقطة الأخرى، مجالس المحافظات أو مجالس الخدمية يسموه في بعض الدول أو غالبية الدول، هو أحد أعمدة اللامركزية ودائما موجودة هاي. أنا ما ممكن أن أسوي لامركزية بدون أن يكون عندي محافظ بصلاحيات لامركزية قوية وأن يكون عليه جهة خدمية أو جهة رقابية تساعد المحافظ. اللي صار بالعراق مع الأسف، يعني مسألة اللامركزية احنا تعبنا به. احنا أنا مسكت الملف من 2010، كنا في أول 4 سنوات بمرحلة نحت المصطلح، لأن ابتداء ما كان أكو رغبة بتطبيق اللامركزية، أكو استيعاب عدم استيعاب، أكو مانعات قانونية، أكو مانعات لغطاء ثقيل ما يعجب اللامركزية، ما يعجبه، فيريد مركزية السلطة. فإحنا 4 سنوات من 2010 إلى 2014 عملنا فقط على نحت المصطلح، إن اللامركزية تكون كمصطلح مقبولة لدى النخبة السياسية وإقناع الآخرين وإقناع المجتمع. نعم، المجتمع رايد بس الطبقة السياسية ما رايد. 2014 إلى 2018 بدينا فعليا باللامركزية، من نقل دوائر، نقل صلاحيات، يعني محافظة بغداد صار عدد الموظفين اللي يحتكم عليه من حوالي 5000 موظف إلى 350,000 موظف. نقلنا من وزارات إلى المحافظات، أقل محافظة صار عنده 70,000 أو 50,000 موظف. فاللامركزية بالأساس هو، أنا بتصور المتواضع، عملية إنقاذ العراق من التفتت هو الاتجاه إلى اللامركزية. هاي نقطة مهمة، ضمانة العراقية اللامركزية. اللي صار بالعراق ومثل ما قال عليه سيادة النائب هو تمدد الرؤى السياسية على مجالس المحافظات. بالتالي أنا كمسؤول ملف المحافظات في بعض المحافظات ما كنت ألحق أسجل رقم المحافظ يمي. يعني اليوم أنا رقم محافظ خابرته وباركت له، أنت صرت محافظ فلان محافظة، ولا أسبوع غيره مجلس المحافظة تغيره. زين، أمام هيك فوضى لا المحافظ يقدر يشتغل ولا الإدارة المحلية تقدر تشتغل، لأن دائم التغيير صح كممارسة ديمقراطية ممتازة، أنا أعرفها دا أشوفها، لأن معناتها المجالس المحلية والممارسة الديمقراطية دا تزدهر،
أما كنتيجة في وضع غير صحي مثل العراق تقديم الخدمات صارت صفر، لأن يوم كل أسبوع أسبوعين يتغير محافظ، يجي إنه من يتغير المحافظ يروح إلى المحكمة الإدارية يرجعه، يعني محافظة واحدة صار بثلاث محافظين في مرحلة. زين أنا لمن أخاطب؟ يعني آخر شيء قبل الإلغاء يمكن أعتقد الديوانية ديوانية نجف بغداد موصل وحل همياً زين يعني حل يعني يومية على تغيير محافظين ليس تعتقد هذا كله سياسي؟ هذا طبعاً يعني لا سياسي ولا محافظ يتغير لأسباب منطقية حقيقية حتى إن كانت موجودة، بس هي عبارة عن تكتلات سياسية. المجتمع دي يشوف هاي العملية ودي يشوف إنه هاي العملية دي يأثر على تقديم الخدمة، دي يأثر على 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 خلينا نقول على توفير فرص عمل، مو وظيفة حكومية، فرص عمل، دي تأثر على جميع الأشياء. وهذا أنا قبل سنة من حل أو من إنهاء عمل المجالس سويت كتابين دزيته إلى مجالس المحافظات، قلت لهم إخوان خلينا نحافظ على اللامركزية والمكتسبات. لأول مرة بتاريخ العراق إحنا دخلنا بالسنة التاسعة عندنا لامركزية فعلية بالعراق، حتى لو عندكم صلاحياتكم خفضوا من التعامل مع صلاحياتكم، لأن أكو عملية غير مهضومة لا يزال في بعض أجزاء اللامركزية بالعراق. فأتمنى عليكم أن أنتم تخففون الوطأة. اللي صار بعض المحافظات التزمت وبعضها ما التزمت بالكتب مالتنا اللي طلبنا من عدم تخفيف الوطأة، وهاي النتيجة الجو العام ضدهم والجو السياسي صار ضدهم، والنتيجة كان في مجلس النواب التصويت على إنهاء عملهم. كان يريد كبش فداء يعني هي صار إنهاء عمل وهي مو حل مثل ما قال سيادة النائب، لأن مجالس المحافظات مجالس دستورية. قد يكون الآن إحنا نتحول إلى تعديل إلى إصدار قانون جديد، هذا التعديل أو الإصدار راح يعيد أو راح يلغي كثير من الصلاحيات، واحتمال يحول المجالس إلى مجالس خدمية، وكثير من الاحتمالات موجودة. ولكن بالأخير إلغاء مجالس المحافظات أو إن حلها كليا تحتاج إلى تعديل دستور. زين خليني أروح الدكتور رياض. دكتور رياض، هل صحيح ما يقوله المحافظون محافظو المحافظات التي طبعا هي كلها انحلت مجالسها بأن إلغاء أو إنهاء أو إيقاف سميه ما شئت، المهم أنه مجالس المحافظات ما موجودة هو أفضل عملية تمت لحد هذه اللحظة، لأننا تخلصنا من ثقل كان يضغط علينا ويعطل عملنا ويعطل تسهيل عملية اللامركزية، ما محتاجين هذا الجهاز أو الذيل الإداري اللي اسمه مجالس المحافظات أو مجلس محافظة. شو نسوي فيه؟ أشكرك أستاذ كريم وشكرا قناة العراقية وشكر الوصول للإخوان وخصوصا أستاذ حسين تكلم كلام فعلا راح يغنينا عن الكثير من النقاش، وخصوصا ما يتعلق بالخلفية القانونية لإصدار قانون 27. والاعتراض الآخر، أنا لست برئيس مجلس سابق لأنه ما موجود لاحق حتى أكون سابق، أنا لا مقال ولا مستقيل، وإحنا ما زلنا نمارس عملنا لأن عندنا عهدة مالية كبيرة وإدارية لحين قرار المحكمة. المحكمة الاتحادية هي التي تفصل بهذا الموضوع، هذا القانون صحيح أو مو صحيح. أستاذ حسين تكلم وجهة نظر القانونية وهي صحيح، بس احنا قرار المحكمة الاتحادية هو قرار اللي يفصل في هذا الموضوع. واتمنى انه المحكمة الاتحادية التي اعطت يوم 31/5 موعد للقرار انه تلتزم باصدار هذا القرار، او على الاقل ان تعطي وقف لهذه الاجراءات في قانون 27. ما يتعلق نجاوب، عفوا راح اعطيك الفرصه نجاوب، بس مهني بهذه التفصيله الصغيره، قصه السابق او الحالي يعني اللي اثناء التقديم. انا لو يتكرر هم اقول سابق، اسف، بس خلي اسال شو اسمه الصنف القانون يعني من الاصح في هذه اللحظه؟ يعني هو اسمح لي، مو احنا راح اتكلم بتجرد قانوني تمام. تكلم بتجرد، انت تنطلق من زاويه انه اكو تشريع سنته السلطه التشريعيه. نعم. والسلطه التشريعيه قوانينها لها العلويه، فكلامك دقيق جدا صحيح. كلام الدكتور ايضا صحيح من زاويه اخرى، انه يقول لك انا طاعن بامام المحكمه الاتحاديه اللي هي المحكمه الدستوريه العليا. نعم. لها القول الفصل في دستوريه ونفاذ القانون من عدمه، فانا انتظر هذا الجواب حتى اكون سابق او لا. فكل كل الامرين يعني وجهه نظركم مقدره ومحترمه. دكتور، ما يتعلق بالسلطه التنفيذيه والتشريعيه، اخوان الكرام، يعني حتى أمام المشاهدين الكرام، العراق بعد 2003 تغير وضعه،
أصبح وضع في ديمقراطية وفي انتخابات وفي تمثيل للمواطنين. وكذلك بدأ هذا من 2003 باستحداث المجالس البلدية، والمجالس البلدية استحدثت ووفق الأمر 71 سلطة الائتلاف لحين تشريع قانون 21 لعام 2008 اللي أعطى صلاحيات لمجلس للمجالس المحافظات. الدستور ضمن الإدارة اللامركزية في عدة مواد، من المادة رقم 1 إلى آخر مادة، تكوين العراق، تكوين الدولة، أقاليم ومحافظات وعاصمة وأقضية ونواحي وإدارة لامركزية، وبعدها المادة 122 124 تفاصيل كثيرة اللي متعلقة بأمور كثيرة في هذا الموضوع. وجاء قانون الانتخابات، الحكومة والبرلمان الآن نعم. حاضرين بالبرنامج يأيدون موقفك صح، وهذا يعني السيد حسين والسيد نعم. طورهان نفس الكلام، لا خلاف في ذلك، ونحن ذاهبون اليوم أو باكر شئنا أم لم نشأ باتجاه اللامركزية. ولكن أتمنى إجابتك، لأنه أنا استضافت محافظين أساتذة كرام ونحترمهم ونقدرهم، قال واحدة من أحسن القرارات وأفضلها إلغاء مجالس المحافظات، لأنه ارتاحينا من الضغط، ارتاحينا من العرقلة، ارتاحينا من التدخلات السياسية، ارتاحينا من كل ما يجي مشروع يتدخلون بعض أعضاء مجالس المحافظة. إن كنت تمشي معهم وتصير مثل ما يريدون أنت ماشي، وإن كنت لا فورا تقال، وهذا اللي حصل في محافظات عديدة وتحدثوا عنه السادة طورهان والسيد حسين. جاوبني بوجهة نظرهم، ما هي وجهة نظرك بهذا المجال؟ أولا احنا نحترم كل الآراء، بعدين الجهة مجلس المحافظة عليه واجبات، لما تأتي الموازنة هذه الموازنة يدرسها ويعد المشاريع مع المحافظة والجهات التنفيذية لإعداد مشاريع، ومن ثم إعداد أولويات لتنفيذ هذه المشاريع وتخصيصات مالية لها، وتتم مراقبة المحافظة والجهات التنفيذية عن طريق مجلس المحافظة. أي جهة تنفيذية الآن لما ترفع عنها الرقابة تعمل لوحدها، وهذا يتيح لها الكثير من العمل. لما الآن مجلس النواب صدر القانون 27 ذكر أنه ليراقب المحافظة أعضاء مجلس النواب، هذا هو خلل، لأنه مجلس النواب أعضاء مجلس النواب مو من واجبهم عمل تنفيذي ومتابعة هذا الموضوع. فالثقل اللي كان من أعضاء مجلس المحافظة الآن دي يمارس أعضاء مجلس النواب على المحافظين، وهذا كل الموضوع اللي دي يشكون منه المحافظين في إعداد الأولويات وتطبيق البرامج. لما نتكلم على قانون 21، قانون 21 ضامن لكل الموضوع اللي فيها الإدارة اللامركزية، من تعيين المحافظ ومراقبة المحافظ ونواب المحافظ والقائم مقام ومدير الناحية، هذه كلها السلسلة. الآن السلسلة هذه فقدت لما مجلس محافظة ما موجود، كيف تستطيع أن تنصب محافظ؟ لما رئيس وزراء ينصب محافظ هذا خطأ، هذا خطأ قانوني ما يجوز، ولا حتى قائم مقام ولا حتى مدير ناحية. أكو سلسلة إدارية، هذه السلسلة هي اللي تعين من مدير ناحية إلى محافظ. إذا مجلس النواب أقر وتورط، إحنا شوف نحترم مجلس النواب وكنا يعني نحترمه، نعم نحترم جانب قانوني خلاص، نحترم شخصي. قراراته، ولكن هذه القرارات متقاطعة مع العقد الوطني. ما هو العقد الاجتماعي والدستور؟ هذا بيني وبين المواطن وبين بين الحكومة والدولة اللي هو الدستور. لما أي شيء يخالف الدستور هذه تعتبر مطلبة كبيرة جدا محليا ودوليا أيضا في هذا الموضوع. والمحافظين الآن محافظ بغداد موجود ده يعمل، احنا رشحناه، ومحافظ بغداد ده يعمل بكل حرية، واحنا اعطيناه جدول كثير من المشاريع أن يعمل بيها. ولكن لما تتكلم على التطبيق طبعا أكو خلل بالتطبيق، احنا من هجمات داعش وأصبح هناك نازحين بأعداد مئات الألوف، أربك عملنا موازنة لما من 2014 إلى 2017 ما موجودة أصلا موازنة ولا موجود تخصيص مالي، أيضا هذا أربك عمل. الموازنة نفسها
أنا بغداد 23.5% من سكان العراق، المفروض يعطوني على الأقل من الموازنة الاتحادية ما لا يقل عن 20%، أنا أخذ 0.2 إلى 0.4% من الموازنة، يعني أخذ دورة ينطوني يعني دون المليار، بعدين صارت 20 مليار، بعدين 60 مليار، وهكذا إلى أن صارت إلى 1.2، والحمد لله. يعني هذا فشي جيد، ولكن أنت تعد استراتيجية، استراتيجية تعدها عندك زمن وعندك مشاريع وعندك زمن وعندك موازنة. أنت إذا مضى من الموازنة مشاريع راح تتلكى. القرار 437 347 هذا قرار شل كل المشاريع اللي عندنا، 720 مشروع انشل عندنا في بغداد. لما رجعنا احنا نعيد المشاريع دفعنا اندثار من 10 إلى 20% اندثار. وأنا أتمنى الآن على الحكومة الجديدة، حكومة الأخ مصطفى الكاظمي، أن ما يصدر هكذا قرار بإيقاف المشاريع. لا، المشاريع يقلل تخصيصها، بس لازم تمضي طيب هذه المشاريع. طيب خلينا أشوف أستاذ سعد المطلب. أستاذ سعد، يعني السؤال أحد الأخوان أرسل لي برسالة يقول أين هم الآن؟ وين أعضاء مجالس المحافظة؟ شو يسوي بالضبط؟ تحياتي لك ورمضان كريم للصائمين، وعيد مبارك لكل من يعيد باكر إن شاء الله. إن شاء الله. بس لا يخلصون الجيمر الله يخليهم. الأعضاء من النواب الآن كلهم قاعدين ببيوتهم، لا راتب، لا راتب ولا مخصصات، وجاء أمر بسحب سياراتهم، وقاعدين وعاطلين عن العمل بلا راتب وبلا أي دخل. مو بس أعضاء مجلس المحافظة، أعضاء المجالس المحلية، أعضاء مجالس البلدية اللي أساسا هو راتبه 500 ألف، حتى هذا قطعه راتبه. والمجالس المحلية اليوم كانت هي عين الدولة في القرى والأرياف. في القرى والأرياف ماكو حكومة، يعني ماكو رئيس وزراء في 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 القرية البعيدة، اكو مجلس ناحية هو اللي يعكس لك نظر الدولة ويعكس نظر المواطنين للدولة. الآن أنا ما يدعش إنشاء. خليني أنا أسألك وحش اللي تحب تقوله، مجالس المحافظات متهمة بارتكاب الفساد وخرق القانون، وفي كل مجلس محافظ لازم تلقى لك واحد أو اثنين مطارد، على الأقل مطارد قانونيا الآن بتهم فساد أجلكم الله يعني. زائدا يقول لك هذه مصاريف زيادة أعضاء وحمايات وكذا وكذا، النوب عنها بأي شيء. احنا نريد نختصر الآن ليش ما نختصر مجلس النواب؟ عندنا رئيس وزراء وعندنا وزارة والوزارة تشتغل، عندنا مجلس النواب، شنو شغلهم؟ مع احترامي طبعا لمجلس النواب والسيد النائب، بس إذا هذا المنطق ننطلق من هذا المنطق، مجلس النواب أيضا بلا فائدة. عندنا الدستور أسن، ومجلس النواب وعفوا مجلس الوزراء هو يقدم مشاريع القوانين ويأيد، يصير بالتصويت في مجلس الوزراء وتمشي الدولة مثل ما كان سابقا. فشنو فائدة مجلس النواب وحمايات كل واحد 30 مليون راتبة وخمس بست سيارات؟ فإذا هذا المنطق، هذا المنطق مو صحيح. بعد سمعك صدق يعني ما لك. أين الفساد وإحنا ما عندنا موازنة؟ النقطة الأهم من هذه، النقطة الأهم، جيب لي دعوة، دعوة في المحاكم العراقية مرفوعة ضد عضو مجلس محافظة وعضو مجلس محلي واحدة، مو يقولون أكو فساد. إذا أكو فساد لازم أكو دعاوى بالمحاكم. لا شو، ماكو عزيزي، ماكو. عندنا 350 مجلس محلي، عفوا 3500 مجلس محلي، ماكو عليهم دعوة قضائية. هسه يجوز واحد صار عنده مشكلة عشائرية، عركة كذا، هذا موضوع آخر، بس دعوة فساد، دعوة قضائية بالفساد ما عندنا، لا مجلس محافظة بغداد ولا مجالس بقية. قد تكون اكو مطاردات مو من نوع الفساد، اكو مشاكل صارت سياسية، وهذه المشاكل السياسية انعكست بدعاوى كيدية قد تكون. أما قضية المحافظين، فالمحافظين إذا هذا ضيفك اللي يقول خلص من مجلس النواب، خلي خلص من مجلس المحافظة، خلي خلص هسه من مجلس النواب. أنا قريت لأحد نواب المحافظين في العراق في إحدى المدن العراقية، نائب المحافظ جاي عضو مجلس نواب،
قايل لهذا المشروع الوهمي كنت توافقون عليه بكلفة 1,800,000 ما ادري ايش، قلت مبلغ كبير جدا. فقال له ما وهمي ما اقدر نمشي. قال له اذا ما تمشي انت مطلوب دم. هدده في مكتب المحافظ احد نواب مجلس النواب العراقي، هدد نائب المحافظة، ما نقول اي محافظة، بس هذا الشيء اذا هذا المحافظ صاحبك يقول خلص من مجالس المحافظات، خلي يخلص من اعضاء مجلس النواب اللي قدرتهم اوسع وطاقة. هذا كلام صحيح؟ هذا منشور على صفحة الاخ، منشور على صفحة النائب المحافظ، هو رجال صفحة الشخصية يعني ناشرها. يعني احد النواب اجى على نائب المحافظ بدون اسماء بدون كذا. نعم اي نعم اجى. اذا متمشى هذا المشروع 1,800,000,000 رقم بها تقريبا او شيء من القبيل، يعني انت مطلوب دم. عجيب. كلمة مطلوب دم. فهذا الرجال مسكين راح تقدم ظاهر قدم يعني قضاء للقضاء دعوة رسمية بالقضاء وكذا. فهذه الأمور تحدث. أنا ما أريد حقيقة أتكلم بالإنشاءات، أريد أتكلم بالمخالفات الدستورية. أريد أقول لك بس يعني لطيف الموضوع أستاذ حسين، يعني غطاها كلها طبعا. لا المخالفات لا، ما جاء ذكر المادة رقم واحد. هو كان ممكن يذكرها. أنا أريد أذكرها. أريد أذكرها. بس هو الأمور. نعم بشوف الأستاذ كريم. نعم. المخالفات الدستورية المادة الأولى، المادة 61، مادة 110، مادة 111، 112، 113، 114، 115، 122، 123، هذه كلها مخالفات دستورية في قرار مجلس النواب العراقي. هو بالنهاية صار حل لمجالس المحافظات. يقول هو تعطيل أو إنهاء عمل، بس نهاية الأمر مجالس المحافظات حلت، المجالس المحلية حلت، القائم مقامية بدون مراقبة، المحافظ بدون مراقبة. من يقول هسه المحافظين دي يشتغلون عادل؟ صحيح. شنو الدليل انه القوانين المشاريع اللي احنا ايدناها وصوتنا عليها دي يعمل بيها؟ احنا من سوينا المشاريع على الاقل يقول لك هسه ماكو مثل ما صار في مرحلة من المراحل انه كل عضو مجلس محافظة هذا يقول هاي الادارات كذا الفلانية إلي أو الحزبي، ذاك الآخر يقول هلقة ذاك، وتوزعت وتقسمت الإدارات في كل محافظة على يعني منطقة المحاصصة. الوزارات أيضا مقسمة الآن. الوزارات الآن مقسمة. احنا على مستوى محلي هاي ما لها تأثير. خلنا نحكي لك حتى الفساد المالي والإداري في المجالس المحلية أو مجالس المحافظات هذه ما موجود أدوات عملها، لان اصلا ما عندنا موازنه، ما عندنا فلوس احنا، ما عندنا فلوس بيها. احنا عندنا موازنه تشغيليه لنا وللمجالس البلديه، وللعلم المجالس البلديه تقدم خدمات جليله منذ عام 2003. 300 شهيد نطت مجالس البلديه، هذا الا يعني انه هم يقومون بعمل ومتصدين لامور كثيره؟ شوف الفرق بين الحكومه الفرق بين الحكومه الناس اشياء. استاذ كريم الفرق بين الحكومه الاتحاديه والحكومه المحليه. الحكومه الاتحاديه عندها المستشفيات التاليه، المعامل سبع البور الحسينيه، تطوير الامام علي وتطوير مدينه الصدر، ولا واحده من المستشفيات تم العمل بها. احنا مجلس المحافظه في بغداد عندنا بديده بعمل بالحريه، مستشفى الحريه، مستشفى الشعب، مستشفى الفضيليه، كملنا مستشفى النعمان، مستشفى دار الخيام، كملنا دور الاطباء في مدينه الطب، كملنا شنو بعد مشاريع طبيه سويت المستشفى النعمان سويت له كم تطوير وصرفنا عليه ملايين. تطوير مستشفى النعمان لغايه 60% طورنا، كبرنا 60% كبرنا. مستشفى الحريه والنعمان استبدال مدراء التربيه والفضيليه والحريه، هذه اللي احنا سويناها. يعني الرئيس الوزراء من استقال راح قاعد ببيته؟ لا، ظل يستمر في عمله الى ان جاء رئيس وزراء جديد. طيب انتم من انهيتوا عمل مجالس عمل رئيس الوزراء؟ من أنه... لا استقال الرجال، مو انهيتوا، هو الرجال استقال، هو احنا ما استقالينا، من تنهي عملنا غير نبقى نستمر الى الانتخابات القادمه. شوفوا هذا هو الخطا. اعتبروكم منظومه مع كل الاحترام لشخصكم الكريمه، اعتبروكم كتشكيل منظومه زائده تثقل الدوله، مو من حقه وتعرقل عمل المحافظات وتطويرها. عزيزي صح لو مو صح؟ مو من حقه. فسروه. هذا الكلام اسمح لي، هذا الكلام فيه شيء كبير من الصحه، يعني
او كله صحيح اللي تفضلت فيه، بس خلنا خدمك انا كمل. لا تقول لي لا لا اي راح ارجع. وهو الطبقه السياسيه اللي موجوده في مجلس النواب نفسها موجوده في مجلس المحافظات. طيب انت ليش ما تقوم عملك؟ ليش تهرب من المشكله الى مشكله اكبر واعمق؟ انا اسكن بالمعامل اطراف بغداد، تعرف شو اشتغل؟ اشتغل عضو مجلس بلدي، واشتغل عضو مجلس محافظه، واشتغل نائب، اتابع المحاوله الطاقه، واتابع البوري الطاق، ماكو شغل بالدوله العراقيه. اللي هذا شغل هذا اكو خلل كبير في منظومه الحكم والاداره، واكو هروب من المشاكل كانما احنا كانما اكو فضحك على الذقون. يعني اريد اسالك اياه، احنا علينا نقوم المسيره ونصححها. الطبقه السياسيه اقول اللي موجوده في مجلس النواب وانهت عمل الاداره المحليه، اذا كان اكو خلل جسيم في مجالس المحافظات فهي المسؤوله عنه، اللي هي نفسها موجوده هنا. اسالك استاذ حسين، ماذا تسمي القرارات التي اتخذت اثناء التظاهرات من قبيل حل مجالس المحافظات، من قبيل قانون التقاعد، من قبيل اللي ما بعد مجالس المحافظات حل مكاتب المفتشين العموميين، والتي اعتبرت في حينها انجازات كبيره للمجلس النواب وللعراق ككل وللاصلاح؟ شنو اللي تعتبر؟ بس اسمع اجابتك بس اسمح لي. لا كمل اللهجه الاصلاحي للمواطن، المواطن ما طالب ذني بس، طالب عدة امور كملها. هسه وحده من عندهم ذني هم، هسه مو طلع المواطن الظاهر يريد اصلاح، يريد وطن، يريد طيب المواطن يريد مكافحة الفساد. الان حلوا مجالس المحافظات والحكومه استقالت والمتظاهرين ما زالوا في الشارع. طيب اذا المتظاهر ما مقتنع بهذه القضايا. المواطن يريد تغيير الوضع السياسي. قد هسه تغيير الوضع السياسي بالكامل ببيوتنا. لا وضع السياسي ببيوتكم تغيير شلون؟ يعني انقلاب يصير؟ لا مو انقلاب. شلون الوضع السياسي؟ تغيير الوضع السياسي يبدا. الوضع السياسي ما تكون انت اكو حل حضرتك بالاداره، اكو حل مجلس بلا حل مجلس نواب واجراء انتخابات مبكره. هاي وحد هذا هذا جزء من الحل. يعني الطبقه الحاليه تتبدل بالانتخاب بس تغيير النظام السياسي اللي تفضلت. احنا جينا بانتخابات نزيهة غير شكل. احنا جينا بانتخابات نزيهة غير شكل. اما الانتخابات اللي انحرقت بها الصناديق وحد هاي ساكن. بس خلي اسمع الحس شمال دكتور ميمون ونرجع نكمل هذا كلام مهم اللي قلته حضرتك، وايضا اسمع اجابة استاذ حسين. نعم. ولكن بعد ان اسمع دكتور ميمون شو حضرنا حس اليوم. مساكم الله بالخير استاذ كريم. مساك الله بالخير والبركة. وكثير الهلا بضيوفك الكرام، والحكي حلو وهوايه، بس انا اليوم اريدك ترخصني لان هذه الحلقه انا يعني اخر مره وياك ان شاء الله، وكل رمضان انت بخير والله يديمها عليكم وعلى العراقيين جميعا ان شاء الله. الله يسلمك، احنا مستمرين بالعيد. اذا تريد تعال عيد. لا والله يا ابوي لا، عندي غيره. موقفك هذا موقف تاريخي. استاذ 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 كريم ويسمعون الجماعه، انا اليوم عندي مناشدتين قبل ما احكي على المركزيه واللا مركزيه. اول وحده لوزاره التعليم العالي، لان رسائل كثيره تقول اكو طلاب بالمسائي بجامعه واسط والمستنصريه وبغير الكليات الرسميه راسبين بدرسين ويترقن قيدهم، ذولا خطيه بويا. بالسبعينات من كان التعليم كل زين، اكو نظام للعبور، يعبر ويا ياخذ له درسين، شاخوا مو ترقدون ترقنون الطلاب وخطيه هم. هاي اول مناشده. الثانيه يا عم البارحه الله يسلمك من سويت ويا وزير الماليه هاي المقابله الحلوه، ترى الموظفين كلها غصت بالعراق، ما ظل واحد ما ظل يبلع بريجه. يعني هذا شلون؟ شا هو غير يفكر بالحلول الانيه لو يفكر بعد 10 سنين. يعني ما يصير. مو قلنا يا عم المنافذ الحدوديه القمارك تجيب فلوس هوايه، الفلوس الباقيه وين بياجي جاي تروح؟ مو هذول موظفين بالبرنامج المركزي قالوا 50 تريليون بس من الجمارك، شا هم يحصلونهم تريليونين، شا الباقيات بياجي بذني جاي يروح عنه، شا وزير المالية بدل ما يروح يدور على ذني ها يهدد الوادم يقول لهم ترى أنا راتب ما أعطيكم ما عدي. يعني هذه يراد لها انصاف، يراد يسمع رئيس الوزراء. هدول رجع حتى على المتقاعدين، رئيس الوزراء يقول ما حد يتحرش
برواتب المتقاعدين هو هم يريد يرجع على رأي. قل بروح ابوك يا وزير الماليه، هو صندوق التقاعد انت سويته، ها لو هذا من اول ما تاسست الدوله العراقيه، وهذا صندوق مال العالم يقطعون منهم من اول يوم اللي يداومون به، مو من عندك حتى تقص من عنده لو ما تقص من عنده. على اي حال هذني يعني مناشدتين، ويعني هاي سالفة الحمطة اللي اكلتها الطيور انا مخليها لك، ما انت شوفه شلون تاكل بيها. هسه نرجع على سالفتنا. بعدك ما فات بالسالفة. هاي سالفتنا راح نرجع عليها يا عمي. يا عمي انا جاي احكي بلسان الوادم. الدستور هذا الدستور الكلها تحكي به. دستور 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 دستور. سووه فدرالي بإقليم يلعب بكيفه مثل ما يحب، ياخذ مناه هاي إله ما لنا ما لنا علاقة به، هو هذا الدستور قال هيجي. و15 محافظة سووا لها قانون وحدها. عمي ساعة مركزية ساعة غير مركزية، أنا أقول لكم شنو السالفة، ترى راس الشنينة ضايع يا عمي. الشنينة هاي الوشيعة ضاعت راس، قاموا يدور الشربكة تخيوطها ما تنعرف. شاب روح ابوك انا مو بس هم عمي، احنا هم طالعين لبرا وشايفين الواديم. عمي هناك المحافظات مالتهم الولايات بيها لو حاكم لو عمدة، ويخلون وياه مجلس بلدي منتخب متطوع يا عمي، موش مدراء عامين. ما يشوف فلساتنا راحت، لان اللي ياكلون بها هوايه، هم مجالس محافظات وهم مجالس اقضيه وهم مجالس نواحي. وجيب انا ما اقول الا الاكثريه، عمي بالعلم ماكو اكثريه، اقول بيهم هوايه كل واحد ياخذ له وذره. وتعال دور على راس الشريله ما ادري ما تلقي. ولذلك انا ذكرت لسالفه من يلقون الدينار الضايع، عود بذاك الوقت يلقون راس الشريله. هسه راح تقول شنو هذا الدينار الضايع؟ اكو ثلاثه راحوا يشترون سمكه من ابو نواس، قال لابويه ليش هاي السمكه؟ قال له ب 30 دينار. هم ثلاثه كل واحد طلع 10 من جيبه اعطوها لهذا العامل، قالوا لابويه هاي 30 دينار. راح العامل لابو هذا المحل قال له هاي السمكه بعته ب 30، قال له لا ابويه هاي السمكه هواي ب 30، هاي 5 دنانير رجع لهم اياه. العامل بالطريق خلى دينارين بجيبه ورجع لهم 3 دنانير، اعطاهم كل واحد دينار دينار، صار الواحد من عندهم مط 9 دنانير. هسه 3 على 9 دنانير 27 دينار، والدينارين اللي بجيب العامل صار 29. شاب روح ابوك الدينار الثلاثين وين صار؟ عود من تلقون الدينار الثلاثين وين صار؟ راح تلقون راس الشريدة. والسلام عليكم. أنا ممنونك وكل عام وانت بخير، واشكرك على وجودك معنا طوال شهر رمضان المبارك، انستنا وشرفتنا وضفت. اشكرك استاذ يعني كريم، اشكرك علامة مميزة، بارك الله فيك. برنامج كنا احنا معاك يعني فخورين، بارك الله فيك، تقديمنا سوية. اشكرك اشكرك استاذي الدكتور ميمون الخالدي، شكرا لك، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. شكرا شكرا. فاصل ونعود لاستكمال البرنامج. هذا البرنامج برعاية وزارة النفط. اسمت سامان، خطط لمشروعك بنجاح. مجلس الأعمال الوطني العراقي، وزارة النقل. المجلس الاقتصادي العراقي.
اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا. استاذ حسين، يعني سالتك سؤال قبل الحصه قبل الفاصل، تتذكر الوعد لك اياه؟ عيده من راس الشليلة دوخني انا عند اقول بيد من راس الشليلة يا الكاد راس الشليلة. هو احنا نسال راس الشليلة من بيد راس الشليلة اللي خلى مجلس النواب يتخذ قرارات الان نقول عنها انها لا تشكل شيء. دكتور رياض يقول ما ارضت المتظاهرين، حضرتك تقول ضد الدستور، بل يعني ما نريد نقول اساءت، اضرت بعض فئات الشعب واضرت المواطن واضرت الدوائر وكل التفاصيل هذه. شنو القصه؟ شو تسمي هذه القرارات اللي تمت في تلك اللحظه؟ طبعا القرارات فيها يعني جانب فعل ورد فعل، وبالنتيجه كانت فيها اخطاء جسيمه، ابرزها مثل موضوع التقاعد. احنا اليوم عندنا عجز بالاطباء، احنا نطلع الف طبيب اختصاصي على التقاعد، وين صايره هاي؟ بيا دنيا يعني؟ باي دنيا هاي؟ احنا اليوم عندنا خلل بمنظومه الرقابه، اكو بيها خلل بذاتها، كون نقوم خللها، نجي نلغي مكاتب المفتشين العموميين، انا اروج مفتش عام كون اعدم موجوده، هذا مو صحيح، هذا خلل. نفس الحاله ينطبق على الاداره. ليش مكاتب؟ كان يقول لك عرقل العمل، وهذا ما تعرق العمل حبيبي، ما تعرق العمل. بعد ليش ما تعرق؟ اكو شيء اسمه النظريه. مره احنا دوله بيها 3000 موظف ترعى مصالح 40 مليون انسان، لا يمكن للجهات الرقابيه، انا اتكلم بجهه بجنبه فنيه واعيه جدا ومبصره لهذه الحقيقه. الرقابه التشريعيه اللي هي رقابه مجلس المحافظه ورقابه مجلس النواب والرقابه القضائيه ورقابه الراي العام ورقابه اي رقابه اخرى موجوده، لا يمكن لها ان تؤدي الدور الذي تؤديه الرقابه الاداريه، واتكلم بجنبه قانونيه بحته. الرقابة الإدارية هي اللي تترافق ويا العمل ويا أداء العمل، والباحث القانوني يعرف هذه المسألة، ترافق العمل من بدايته إلى نهايته. بيها خلل، نصحح خللها مو نعدمها. نلقالها تخريجة ثانية مو نعدمها. إذا كان أكو جهاز أو منظومة تخرب العمل مثل ما تحدث بعض السادة أعضاء مجلس النواب، قرروا إلغائها بعد، نلغيها. طيب احنا نفس الحالة بالحكومة، خصوصا الحكومة السابقة، كان عندنا وزراء لعبوا بكيفهم، تعرف لعبوا بكيفهم، المفروض هسه بالعكس لعبوا بكيفهم. انا دافع عن المفتشين العموميين، مناصب بالحكومه ضيعت علني هاي بالله هم شنو كظم يمها. انا شاهدي ارجع راس الشليله، راس الشليله اكو خلل بمنظومه الحكم والاداره في العراق، الطبقه السياسيه القابضه على السلطه اذا اكو خلل في مجالس المحافظات فهي المسؤوله عنه، مو تعدم وجودها، تصحح مسيرتها، تقوم عملها. لا يمكن لنا اليوم ان نغطي جانب كبير من حوائج الناس ونرعى مصالح المواطن العراقيين بحكومة قابعة في بغداد. أنا من ضربت لك مثال، قلت لك أنا أسكن في المعامل بالأطراف، تعرف إحنا اليوم نريد لنا شبر مثلا في المعامل، نبني لنا بمدرسة مستوصف مركز شبابي، نسوي لنا ساحة للرياضيين، ما نقدر. الحكومة غائبة في كثير من مساحات الدولة العراقية، غير موجودة، منو اللي يغطيها؟ يغطيها الحكم المحلي، الحكم المحلي، الإدارة المحلية، حينما يكون هنالك ممثل حقيقي لهؤلاء ويتابع مصالحهم ويتابع حوائجهم ويتابع هذه المناطق. هذه النظرية موجودة عند كل الدنيا، احنا نجي نعدمها عندنا؟ ليش لغيتوها يا استاذ؟ انا جاي اقول لك خطأ جسيم، جاي اقول لك غير دستوري، انا واضح عندي هالمسألة. اقول ليش وافقتوا عليها؟ انا ما وافقت عليها، انا واضح عندي المسألة، انا واضح عندي، وهذا الحكي صار لي سنة اسولف به، ما اريد اخل بغيري، انا ما اتحمل تبعات غيري، اتحدث عن الفكره اللي انا اؤمن بها. اكو خلل مثال، المثال اللي ضربته مع المحافظين ليش هو احنا المحافظ، انت اليوم راس الشليله، فانا اجيب لك مثل ثاني. احنا المحافظ بو بجيره ما كاظينه، بو بجيره المقوار، بو بجيره ما كاظينه، انكظم نعطيه صلاحيات مطلقه ونقول له روح تعاقد خارج خارج تعليمات تنفيذ الموازنه وخارج قانون تعليمات تنفيذ العقود الحكوميه رقم 2 سنه 2014، تعاقد خارجين، شو تكظ منه؟ شو تكظ 70 دعوه عندنا على المحافظين الموجودين في الكذا، انه بنخليه بلا رقابه، امشي بكيفك، ماكوش منطق. ما هذا منطق غير سليم، هذا منطق اعوج. ما ممكن نعدم جهه رقابيه وان كان فيها خلل، نصحح خللها ونقوم خللها. ادنى او اهون الشرين انه نذهب نرشق عدد المحافظات، خليهم 15 20 واحد من ذن الرقمين، من 15 ل 20 شخص اعضاء مجلس محافظه، نرشق نفقاتهم الماليه ونسوي انتخابات مبكره. ونسوي انتخابات مبكره، احنا اذا ننتهك الدستور ونخالف القوانين ونجي بمنظومه غير منطقيه للاداره،
غير منطقية. البلد يسير بعقلية غير منطقية. أكو تناقض صارخ بإدارة الدولة. شرح هذا بالنتيجة شيء يؤدينا، يؤدينا إلى هدر كبير. أنا أمنع راتب عضو مجلس محافظة اللي هو كذا مبلغ مثلا، وأبدد مليارات بالاتصالات، بالمنافذ الحدودية، بالنفط، باستثمار بالقطاع النفطي ماك وإلى آخره. 70,000 مشكلة عندي اللي هن مشاكل جوهرية، وأشغل الرأي العام وأدفع نظرة عن المشاكل الجوهرية إلى مشاكل جانبية فيها خطأ ممكن نقومه ممكن صححه، وهذا مو سليم. هذا تسويف مع شديد الأسف وتميع لمقدرات المجتمع العراقي بهكذا منظومة من الصراع السياسي اللي بالأخير ما راح تكون منتجة وتكون عقيمة. طيب دكتور رياض، أنا بس أكمل أستاذ حسين المعامل. أستاذ حسين ما قلت المعامل، المعامل أصبحت قضاء. أكملنا مشروع ماء المعامل اللي هو مشروع ماء الكرابلة، وكذلك خط الخنساء المجاري والصرف الصحي، والآن استكمل لشارع 77 وراح يروح إلى نهر ديالة، وكثير من المشاريع الصحية والمشاريع اللي هي تربوية في المعامل. وإحنا اهتمامنا بالمناطق اللي حول بغداد والمناطق البعيدة عن بغداد أهم من اهتمامنا في مركز بغداد، وهذا إنجاز لمجلس المحافظة يكون لهذا الموضوع. وكذلك في كل قضاء الآن مشاريع المجاري، مشاريع تبليغ، إنشاء طرق، وكذلك مدارس وبناء. بغداد انت اسألني على منطقة، قول لي على منطقة أقول لك مشاريع شنو. لا احنا 2600 كيلومتر. لا لا ما احكي عموم. الحسينية مشروع المعامل. لحظة. الفضيلية. نعم. الفضيلية مات بغداد. لا الفضيلية مات بغداد. بغداد كلها تعاني من لا 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 الفرق بينها مات بغداد. احنا ما مسؤولين عن تاريخ من الإهمال لعشرات السنين. احنا استطعنا أن ننجز مشاريع طبقا للموازنة مالتنا. يعني مشروع مجاري الحسينية على وزارة البلديات احنا استكملناه، والان 95% بس بقى نصب الرايدرات مع المواطنين. مشروع ماء الحسينية ايضا يستكمل، عشرات الكيلومترات بلطنا في الحسينية. الحكومة المركزية يعني ايام مثلا اتذكر تصريح السيد العباد يقول اثناء التظاهرات، يقول بعض المحافظات كان لديها التخصيصات المالية الكافية، لكن هنالك سوء إدارة منع البناء والتطوير. أنا أتكلم عن الموضوع هذا بالعكس. الحكومة الاتحادية لديها الموازنات ولم تنجز أي مشروع في المحافظات. أستاذ كل كريم. الإنجازات هي مشاريع حكومة محلية. أكو محافظات أنا أحكي يعني عدة أمور جنابك ذكرت والأساتذة ذكروا. أولا فعلا كان أكو محافظات نسبة إنجازهم في نهاية السنة نسبة صرفهم ما يتجاوز 10% من موازنتهم. هاي موجودة مؤشرة في 2010 2011 2012 يوصل نهاية السنة نسبة وفرة مالية. هاي موجود. النقطة الأخرى من خلال احنا مؤشرات أسباب دكتور. بس اسمح لي دكتور، يعني لما الموازنة دكتور تجيك بشهر 12 التاسع شو تلحق تسوي؟ لا لا هي أنا راح أحكي لك الموضوع شنو. في حين أكو المشاريع الأخرى مثلا المحافظات ناجحة جدا في بناء المدارس. أكو محافظات في 4 سنوات بنوا حوالي 500 مدرسة. أكو بنا أقل محافظة بنا 60 مدرسة ناجحة في بناء المستوصفات، في فتح الطرق، في مد الأنابيب، في مد الكهرباء، يعني كخدمات. فالمحافظات بشقيها التشريعي والتنفيذي ناجحة بهذا. هذا يخلي لنا رؤية أن مجالس المحافظات هي بالأساس مجالس خدمية. الإشكالية اللي صار بيها واللي احنا بدنا نعترض عليه هو التمدد السياسي على مجالس المحافظات، واللي جاء نتيجتها عكسية على بقاء المجالس بجميعها سواء محافظات أو أقضية أو نواحي. وإلا لو هم باقين على مجالس الخدمات مبتعدين عن السياسة، وهم طبعا مو هم اللي خلوا الإرادة السياسية تزحف لهم، بس هي هيك صارت بالنتيجة. وإلا المحافظة بشقيها التنفيذ والتشريعي أقدر في إعطاء المشاريع وبنائها. هاي مو لأن الوزارات سيئة، ولكن البيروقراطية والمشاكل الموجودة في حكومة المركز في بعض الوزارات هاي ما تعاني من عندها مجالس المحافظات والمحافظات. بالتالي كان الإنجاز أسهل في المحافظات، وقد يكون عدم وجود المفتشين العامين في المحافظات أسهل كثيرا من إنجاز المشاريع. مو المفتشين سيئين، ولكن أيضا كانوا جزء بيروقراطي موجود في بعض الأحيان. خلي أسألك لعدة شهادة عادلة. إذا تعرفون هيك شيء يا حكومة، أنتوا قانون 21 أنتوا عرقلتوا نقل الصلاحيات التربية وهاي الوزارات أنتوا عرقلتوها،
لا الى ان من وصلت في مرحله معينه بعد مرحله يقدر ينفذ الشيء. لا لا قانون نقل الصلاحيات استاذي احكي لك احنا ودكتور رياض كان يعني حاضر في جميع من كم وزاره مركزيه سبعة عن نقل الصلاحيات سبع وزارات لا لا امتنع ماكو بس خلي احكي لك صارت مشاكل تسمح كبيره لي تسمح لي المشاكل في كل دول العالم بلا مركزيه اكو تجاذب للسلطه هاي موجوده احنا سوينا حوالي 800 اجتماع لنقل 870 صلاحيه من هاي الوزارات السبعه زين في اربع سنوات بالتالي الصلاحيات موقوله وماكو فوضى يعني دكتور يعرف بها الجماعه يعني يعرفون اذا اكو 10000 صلاحيه تسوون 10000 800 لا لا مو هي يعني غير ها استاذ كريم لا لا بس اسمح لي تدري عمليه ان تسحب صلاحيه تدري عمليه ان تسحب صلاحيه من وزاره ايش قد صعبه اكو استيعاب اكو يعني عدم استيعاب واكو ممانعات قانونيه واداريه واستيعابيه كلش صعبه احنا بالعراق قارهم انه الدستور قارها يعني طبعا احكي لك فد شيء بالعراق احنا عندنا حوالي 250 الف فقره قانونيه هي اكثر من 250 زي. اكثر من ربع مليون فقره قانونيه عندنا 90% من هاي الفقرات القانونيه مركزيه من ايام الانظمه السابقه زي. فانت من تجي تقر لا مركزيه اللي واحد متشبث بالسلطه ما يريد ينطي صلاحيته وان كان مقر بالدستور يستند على قانون ساري وهنا يبدي مدى نباغه الطرف القانوني للجهتين تقدر تسحب لو ما تقدر تسحب احنا الحكومات المتعاقبه يعني من بدينا فعليا برا نحت المصطلحات ايام سيدي المالكي دكتور حيدر العبادي كان مع اللامركزيه 100% وما مخضع الى اي ضغوطات واجينا نفس الوقت مع السيد عادل عبد المهدي والسيد رئيس الوزراء الحالي ايضا عنده مؤشرات اعطى مؤشرات كبيره بان هو مع اللامركزيه ولكن في وجود اكثر من ربع مليون فقرة قانونية 90% من عندها مركزية فعملية نقل الصلاحيات صعبة إلى أبعد حدود مو اجتماع واحد دورات لصلاحية واحدة كنا نقعد 10 اجتماعات لصلاحية واحدة لأن الوزير متشبث وعنده مبررات في تشبثه مو مسألة شخصية خلينا نقول عنده مبررات في تشبثه فهاي الأمور مو بالأمر الهين دولة مركزية قمة في التركيز قبل 2003 تحول إلى لا مركزية ولا مركزية تيبيكال انت تريد ان يخلص في اربع سنوات او في ثمان سنوات بدون ان يكون تجاذبات لا يكون تجاذبات يكون تعثرات يكون انتكاسات ولكن بالاخير اكو امور اقرها الدستور لازم هذا يمشي خلي اسال استاذ سعد لما ننتقد الحكومه لان بعض افرادها او بعض وزاراتها عرقلت نقل الصلاحيه ولكن الطرف الاخر يقول عندما نقلت الصلاحيه عرقلت اداره تلك الوزارات ما صارت مثل سيابيتها السابقه انتم ما كان دوركم غير بس توقيع الاجازات والكذا والتنقلات حتى التعيينات اللي سويتوها بالادارات اللي صارت سواء التربيه او غير التربيه كانت غير يعني غير صائبه الدليل ان الوزاره اعترضت عليها وبالنتيجه اعيدت كل الصلاحيات مره اخرى بقرار حكومي الى الوزارات. طب تعرفني انا يعني عاده اتحدث بصراحه. بعد ما شوف انا سالتك ايش؟ اي وقد يعني مرطتني هوايه محاكم علي وكذا بس شو تسوي؟ الشعب العراقي يستحق الصراحه. يلا تفضل. الدرجه الوظيفيه كانت تنباع ب 12000 دولار وجوي ناس وقعوا واستشهدوا وكتبوا دفعوا 12000 دولار حتى يتعينون. يعني التعيين هذا البسيط العادي يعني معلم, معلم 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 وحده حتى دفعت 10000 دولار هي بعدين اسمها نهايه اسمها بين الهاء والهاء والتاء المسدوده فالمربوطه النقطتين اختفت من اسمها فحتى تخلي النقطتين دفعت 1600 دولار حتى تخلون تصحح اسمها بالنقطتين. ما في وقت بغداد هسه قبل ما نسوي التعيينات مالتنا قبل يعني هاي كانت على الوزاره لو كانت على الوزاره كانت على الوزاره نعم حتى احنا محل المواطن احنا يعني احنا نطينا واحد عدا 12000 دولار ليش تعين ليش ابوها دفع ابوها دفع لا مسكينه شو متخرجه معلمه احنا انطينا عينا 13000 اصدرنا 13000 درجه وظيفيه بالحدث والحدث والاستهداف لقطاع التربيه المواطنين ما دفعوا ولا فلس وضمننا بآليه شفافه بالدرجات والنقاط كمبيوتر والموظفين واحنا على راس الموظفين كل اعضاء مجلس المحافظه كل واحد راح الى
الى مديريه من مديريات التربيه وعلى راس اللجنه، واي واحد شفناه خالف عاقبنا. طبعا صارت الوزير الفلاني خابر، المدري من يخابر، هذه صارت مثلا تقريبا 5% صارت هذه، بس 90% هوايه واقل. انا اقول خلا بالك واحد من الف يمكن بفوق فوق 99% من التعيينات صارت شفافه وما اندفع فلس احمر. هذه من كاتبي مجالس المحافظات تعيينات، رجعت الى الوزارات، رجع ال 10,000 دولار للتعيين. عزيزي نقل الصلاحيات كسر السوق. نقل الصلاحيات من راحت من الوزارات، الوزارات فقدت رصيدها، فقدت الملاك، ملاك الوزاره قال شو اسوي بوزاره ما بيها فلوس ما بيها صلاحيات. فلهذا القضيه اوسع بكثير. مع القضيه بسبب الفساد وبسبب بالتاكيد التكالب على الاموال السحت اللي تجي من عندها. احسنت. مو قضيه انه مو وطنيه، ماكو وطنيه ولا، بالعكس مجالس المحافظه، شوف اللطيف بمجالس المحافظات. هذا كلام موثق مال السعر اي موثق عندنا شهر 12 جايين دافعين 10,000 مدري شو. الجوي وقعوا عزيزي، الجوي وقعوا. واحده سوينا لعبه هم بينا، واحده جت قالت لنا، قلنا لها يا بندفعين، جابت الورقه اللي اسمها طالع خابروها، قالت تدفعين او اسمك ينحذف. قلنا لها ندفعين، ما دفعت، جابت لنا الورقه الثانيه اسمها محذوف. اتصلنا بمكتب فلان شخص، يا ليش حذفتوا اسمها؟ طبعا لين دخلنا احنا رجعوا الاسم، يعني سجلناها بالوثائق. هذه عمليه التلاعب وبيع الدرجات الوظيفيه. فهذه الوزارات يا عزيزي هي مصدر رزق لملاكي تلك الوزارات. الشعب يدري ترى الشعب. اما مجالس المحافظه، الجميل في مجالس المحافظات ان الكتل السياسيه، ما عندنا احنا التنافس السياسي الموجود في مجلس النواب. احنا مو مطبخ سياسي، احنا مطبخ خدمي. احنا نشتغل محوله تبليط. بالمناسبه بلطنا في بغداد 2600 كيلومتر، انتبه علي، 2600 كيلومتر تبليط في الأقضية والنواحي المحيطة ببغداد، لأن الكاميرا اختفت راح أعيده. 2600 كيلومتر في أطراف بغداد، يعني أنا من أروح للمحمودية أركب بالسيارة أوصل للبقرة، شارع مبلط أوصل للبقرة مال صديقي. فالوضع هذا يعني عملنا هو هذا الخدمات، وصلنا محولات للكهرباء إلى مناطق نائية بعيدة جدا. مشروع رقم واحد سامع به، ال 1800 مدرسه اللي هدموها، الهدم والبناء، المليارين دولار اللي فلوسها باقت. احنا بدون هاي وزاره اتحاديه، وزاره اتحاديه مو احنا. احنا من جينا من 2013 من جينا ما كان عندنا موازنه، موازنه صفر انطونا. سوينا مناقلات من الوزارات ومن مناقله منا ومنا، بنينا بس كل سنه 60 مدرسه تقريبا. بنينا مستوصفات، ما عندنا ميزانيه. تكلم الدكتور رياض، احنا ميزانيتنا صفر رسميه، لكن بالمناقلات وباللعب يعني بنينا مستوصفات، بنينا مستشفيات، بنينا مدارس، بلطنا 2600 كيلومتر في اطراف بغداد. كل هذا مجاري، سوينا مجاري المحموديه كملناها، كملنا تبليط المحموديه، كملنا مجاري، اشتغلنا مجاري هذا كل العمل. استاذ كريم مرتاح على الكلام هذا؟ اشوفك ما مرتاح. هذا حق. لا مو هذا حق. لا انا بدي احكي لك حقائق. ما اشوفك. لا عادي احكي حقائق. ما شويه رمضان وتعبان كان شوبت لك بس. بس عندي سؤال حول الاستاذ رياض. قد يكون، بس خلي ارجع لك، بس خلي عندنا فقره فاعل خير نسمعها وارجع عندي سؤال دكتور رياض. والسؤال خل اقوله من هسه قد يكون مجلس محافظه بغداد رائع باداء، ماشي، خل نفترض انه مجلس محافظه بغداد ممتاز، ولكن احنا نتحدث بشكل عام. انا ما جاي اناقش اليوم بس مجلس محافظه بغداد، يقول لك مجالس محافظات يعني اوغلت ب يعني سرقه المال العام. ولا تعال احكي لي، شوف لي مثلا مطار النجف شنو صار بيه، مصيبه مطار النجف. الحنطه ليش انباقت؟ لان الحنطه ليش انباقت؟
لان ماكو مجالس محافظه. طبعا كان عضو مجلس المحافظه. لا لا لا, لا شوف اي عضو مجلس المحافظه كان مجلس المحافظه. اسمعني اسمعني مو حقيقه الله يخليك يا اخي. عضو مجلس محافظه كان ياخذ مدير الناحيه ويقعد كل واحد مقابل له مخزن. كل واحد مقابل له مخزن. ما لزم ما خلوه ينبض. ما خلوه ينبض. نفس النجف اللي صارت بها سرقه. لا لا ترى موضوع سياسي. الحنطه سببها مو هذا. لا لا مطار النجف ما له علاقه بمجلس المحافظه. إلى جهة مجلس محافظة كانوا. لا لا اتكلم على الحنطة. احنا عندنا سهلوات تكفي ل 35% من انتاج العراق. وانا مسؤول على كلامي. في بغداد؟ في كل العراق. طيب. 35%. فالبقية في العراء موجودة. ما بين قاعات ما بين ما بين رئيس الوزراء اللي بالاجتماع الهيئة التنسيقية قال احنا جبنا صبات وحطينا الحنطة وغطيناها بالنايلون. هذا صحيح هذا؟ هو هذا طريقة خزن هاي؟ ليش ما انطوا مشاريع استثمارية لبناء سهلوات؟ شالوا الصبات من لا احنا نتكلم على مواضيع حل. احنا كل شيء داخلين به. اي موضوع الان يخطر ببالك احنا داخلين به بدقيق بدقائق الامور. راجع لك راجع لك بس خلينا نشوف هذه الفقرة شو محضر لنا المخرج ونرجع نكمل البرنامج. هذا البرنامج برعاية وزارة النفط. إسمت سامان، خطط لمشروعك بنجاح. مجلس الأعمال الوطني العراقي وزارة النقل. المجلس الاقتصادي العراقي. من البداية كان أكو إصرار واضح من القوى السياسية على خلق أطراف قوية وقلب ضعيف، لذا عملوا كثير من الأمور اللي أضعفت الحكومة الاتحادية من جانب وقوة المحافظين أو الإقليم من جانب آخر، بدءا من صياغة الدستور وليس انتهاءا بقانون 21 اللي هو عبارة عن خلاف حقيقي بين الأحزاب اللي سيطر على المحافظات وبين الحكومة الاتحادية. الأحزاب رادت تقوي ربعها وتسيطر على المحافظات، لذا صنعت من المحافظ رئيس وزراء مصغر، ومن مجالس المحافظات اللي هربت من الغضب الشعبي سووها مجلس نواب بكيفهم يتبادلون ويوزعون المدارس والمشاريع على اللجان لا حسيب ولا رقيب. ويقول لك العبرة بالنتائج. يا ابويا شلون نتائج محترمة؟ القانون 21 ملخ المحافظات ومزقها، وبالأخير لا تنمية ولا ازدهار ولا إعمار، والمحافظات مصفرة مالياً ومشاريعها متلكئة بسبب الفشل وعدم القدرة على استيعاب الصلاحيات. ويقول لك بعد كل هذا اللي صار المجالس ينتظرون يرجعون. تيبهي لك بيها رادة يا ربي. هذا البرنامج برعاية وزارة النفط. إسمت سامان، خطط لمشروعك بنجاح. مجلس الأعمال الوطني العراقي وزارة النقل. المجلس الاقتصادي العراقي.
بكم مرة أخرى مشاهدين. دكتور رياض، يعني أرجع لك بالسؤال، يعني مجالس المحافظات حتى في بغداد معظم المحافظين اللي طلعوهم رجعوا يعني بأوامر اتحادية، بأوامر المحكمة الاتحادية، معناها مو صحيحة. المحكمة الإدارية، المحكمة الإدارية، المحكمة الإدارية. اثنين، قصة أخرى، مجالس المحافظات مثلا في المحافظات وفي بعضها في بغداد، هسه خاف تزعلون علي، يعني القطع الزينة، الأماكن الزينة، هم أو من يعود لهم استثمروها. وأذكر حتى في بغداد، أذكر في سنة من السنين، يتذكر يمكن أستاذ سعد، أدري شنت مجلس محافظة أو لا، في زمن السيد المالكي جابوا للمحافظة ذكر 600 مولدة حتى تتوزع على الأهالي بشكل مجاني، حتى تساعد برفع مستوى الطاقة الكهربائية. 3500 مولدة. 11500. منو أخذها؟ وزعت على الناس لو؟ هي على الناس. لا، وزعت على المواطنين. أخذوها. على المواطنين. وزير النفط إلى اليوم. وزير الكهرباء الأسبق يقول أخذوها بعض أعضاء مجالس المحافظات، كل واحد عنده 9 و10 مولدات. أنا قاضي. قل لي من واحد قاضي. أنا قاضي لهذا الوزير، هذا الكلام هذا أنا قاضي. والله عندي بالبرنامج. أنا أنا حطلع السي دي مال البرنامج. المهم إذا سيدي وأنا قاضي. عضو مجلس محافظة. قاضي. قاضي على هذا الكلام. لا، إحنا ما عندنا مانع. ولكن هناك معايير تقييم أداء، وهناك أمور نتابعها لمولدات أو غيرها. زين. لما أتكلم على بغداد، إحنا تغيير المحافظين اللي صار وفق معايير تقييم أداء وأخطاء موجودة. واجتماع مجلس المحافظة وقرر هذا الموضوع باجتماع وباستجواب المحافظ مفتوح. ومن ثم بدأ هذا التغيير. أما راحوا إلى محكمة القضاء الإداري، ما حد رجع عنا، إحنا لحد الآن ما حد رجع من محكمة القضاء الإداري إلى منصب محافظ ثانية. وعملية تغيير المحافظ هي عملية إيجابية، هو تقييم أداء. لما يكون المحافظ جيد، احنا ما عندنا شيء وياه. شنو مقياسك الايجابيه؟ ورا ايش قد انت تحسب التغيير ايجابي؟ ورا اسبوعين، ثلاثه، شهر، سنه. احنا على الاخطاء اللي موجوده، قد تكون الاخطاء في شهر بس ما نقدر نتحملها. لا، شكو تنتخبوها تعرفوا راح يخطئ لكم في هذا الشهر وتجيبوه من لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. انا لو كنت اعرف الممحي ما كان. لا لا، هذا مو لا. انت عندك معايير سيبيات وعندك خبرات سابقه. نعم. تقدر تجيبه مو من الحزب سي ولا من الحزب صاد. نعم. تقدر تجيبه مستقل، عراقي، بغدادي، او من اي، كل واحد، او من الناصريه ناصري، من البصره بصراوي، وتنتخبه. انا احكي بشكل عام. المفروض المحافظ لبغداد من اهل بغداد ومن مواليد بغداد. زين. وهذا ما عمدنا عليه بتعيين اختيار محافظين، اختيار محافظ جديد. ها، بس بالجديد هو من اهل. لا لا لا، هذا هذا هذا, هذا الموضوع. اثنين، احنا المسألة هي مسألة إيجابية في التغيير. زي. هي لا تؤخذ بسلبية على مجالس المحافظات في تغيير المحافظ. احنا دعك عن المحافظ، احنا عندنا 27 مديرية عامة، ما غيرنا إلا مدير عام واحد فقط، و27 ما غيرناه لأنه كان أداءهم أداء جيد وكان هناك متابعة ومحاسبة مستمرة. احنا استغنينا عن الاستجواب والتغيير بتقويم العمل وكذلك بترشيد هذا الموضوع مع المديريات العامة. ما يتعلق بنقل الصلاحيات، مادة 45 نقلت لنا صلاحيات 7 وزارات، كل الصلاحيات اللي بيها رسم السياسة بقت في الوزارات. ما يتعلق بخدمة المواطن هي اللي نقلت إلى المحافظات. وليس هناك أي تقاطع ما بين الحكومة الاتحادية، يعني وزارات الاتحادية والحكومات المحلية، على عملية نقل الصلاحيات. لأنه خصوصا في بغداد احنا عندنا الآن الصحة تنسيق، التربية تنسيق تام، العمل والشؤون الاجتماعية، البلديات، الشباب والرياضة، كلها زراعة. في تنسيق تام موجود مع الوزارات الاتحادية. لكن الوزارات الاتحادية أين مشاريع الوزارات الاتحادية في بغداد؟ وين مشاريع الشباب والرياضة، عمل الشؤون الاجتماعية؟ لحد الآن احنا عندنا دار المسنين، نريد نأهل دار المسنين في بغداد. العملية معقدة لأنه تحتاج إلى 400 مليون، وإحنا مردنا هدم وإعادة بناء، لأن رأينا بهدم وإعادة بناء مو صحيح. إحنا نقول هذا الموضوع يحتاج إلى تأهيل. أمور كثيرة إحنا من المشاريع اللي نعطيها
صحية وتربوية إلى المحافظة، قد المحافظة تأخذ بها قد ما تأخذ بها. المحافظ السابق انطيناه 20 مشروع صحي لم ينفذ أي مشروع، لما سألناه قال والله ومدير التخطيط أخذها وضيعها. وهذا أخليه محافظ؟ أخليه محافظ هذا؟ شون يصير؟ لحد 20 مشروع هذه صارنا عليها ليلة ونهارا نعد بيها، ولما تضيع يقول لي أخذها مدير التخطيط مع المحافظة. هو المسؤول الأول في المحافظة، على المحافظة وعلى كل دوائر الموجودة بالمحافظة. أنا هذا أخلي محافظ؟ لازم أكو تغيير، وإلا الموضوع هذا بدون تغيير وبدون تقييم راح تصير فوضى، وهذا ما أشار أستاذ حسين في هذا الموضوع. أقدر أعقب على بعض الأشياء يعني؟ هو أنا جاي كيف تريد أسألك؟ لا أنا أريد أعقبها، حفظها خليها يعني 100 تطلع. يلا هاي احنا بحثنا الملف او الموضوع صارنا تقريبا ساعة ونص تقريبا. احنا عندنا مشكلة، لا نهرب من المشكلة الى مشكلة اعمق واكبر. يعني احنا عندنا مشكلة كبيرة بكل بنية النظام السياسي واداء الطبقة السياسية، نهرب منها الى مشكلة اكبر اللي هي مثلا اعدام مؤسسات دستورية، اعدام مؤسسات المنطق السليم والعقل السليم يقتضي وجودها. هذا مو صحيح على الاطلاق. جناب الدكتور تطرق إلى قضية المحافظين ونسب الإنجاز، كلامه جدا دقيق وأنا أدري بذلك وأعلم بذلك ومتابع لأداء المحافظين منذ 2005-2004 لليوم. تعرف أكو بعض المحافظين غير مؤهل أن يكون مدير شعبة. أي والله صح، سيفي مالته هالكبرى، لا تقول لي سيفي، أنا مليت من سالفة السيفي يعني. سيفي مالته يدوخ يدوخ لأنه ما عنده شغل عمل، يومية رايح دورة ويفاد وما أدري شنو وسبع لغات يجي. الإدارة فن فن، حتى لو كانت المادة القانونية ما تساعدك أنت تخلق من العدم شيء. صح، فن تكون مبدع، تكون خلاق في إيجاد فرص للتنمية، في إيجاد فرص للإثراء الخدماتي خلينا نسميه. أنت تبدع من اللا شيء توجد شيء. الإدارة أقصد بها مدير عام، مدير قسم، مدير شعبة، وكيل وزير، وزير، هذه الإدارة. اما انت راح اسولفها بالعاميه، تجيب لي محافظ مطفي لانه قيادي تاريخي بكتله سياسيه معينه او قرايب فد شخص معين متنفذ في فريق سياسي، ويظل 4 سنين 5 يفر بذانه، ما يقدر يخرج من خانه مكتبه اللي عايش بيه، والسكرتيره ومدير المكتب هم يديرون الامور. هذا غير منطق، غير سليم على الاطلاق. اكو خلل بالتطبيق جوهري. جابونا محافظين، الطبقة السياسية جابت محافظين غير مؤهلين تماما، فيها محابات وفيها مع الأسف تقصير وإهمال كبير جدا. التطبيق هم أرد أعقب على السيد الوزير على اعتبار أنه يدير هذا الملف. التطبيق أنا من قلت الإدارة فين، إذن أنا عايش مشكلاتي وأعرفها، أنا محافظ مثل أو مدير عام أو وزير مختص في هذا، عايش مشكلاتي. صحيح الدولة بها كذا ألف اختصاص موجود، وصحيح إحنا كنا بنظام مركزي إلى آخره، بس إحنا كنا بنظام رئاسي قبل 2003، هم بقينا عايشين بوهم النظام الرئاسي. لو تغير النظام مباشرة وصار نظام برلماني يختلف تماما، كان ما عندنا مجلس، ما عندنا سلطة تشريعية. يوم عندنا سلطة تشريعية ما ممكن نعيش بهذا الواقع اللي إحنا كنا عايشين به 100 سنة. لا، احنا اليوم القانون هو بيدنا. يعني تقول ما يصير الحكومه او الحكومه المركزيه تعيش الجو الجديد نظام البرلمان ورجع المحافظات الى النظام الرئاسي، او بما معناه لا اقول انه انا عشت مشكله، عشت واقع انا عشته اللي هو السلطه التنفيذيه في الاداره اللامركزيه، عشت وعرفت كل المشكلات. عرفت كل المشكلات، استطيع ما اقول بين ليله وضحاها، اقل تقدير ب4 سنوات 5 وجد لي منظومة قانونية تستطيع أن تطلعني من هاي المشكلات مع إدارة فاعلة وواعية. إدارة أقصد محافظ فاعل وواعي، بس خلنا كمل بس عبارة. بس أنا ذا جبت لي كل شيء ماكو، هو ما فاهم شنو السالفة، هذا يطلع منه شيء؟ خلينا نسألك، يطلع منه شيء؟ ما يطلع منه نتاج، ومتأكدين أنه ما يطلع منه شيء، ما يطلع منه شيء، وبرامجنا كلها وراح نظل ندور بهذه بعد 20 سنة. هذا الحكي اللي جاي يسولف به ممكن نسولف به إذا إحنا بقينا بهذا الواقع اللي هو إناطة السلطة بأشخاص غير مؤهلين تماما. تظاهرات، اسمح لي استاذ، التظاهرات اللي طلعت في المحافظات الجنوبية كلها بالحقيقة ما طلعت الحكومة المركزية،
طالع على المحافظات نفسها، لأن الخدمات من المحافظة تأخذها. أنا أسألك، حضرتك تفضل تقول الآن عن هذه القصة، قصة تقديم الخدمة والتكييف القانوني للمحافظات ومجالسها. أنا بدي أسألك عن الجانب العمل اللي تحدثت فيه قبل شوي حضرتك. في فترة الفورة المالية اللي كانت المبالغ تذهب إلى المحافظات دون استقطاع ودون تأخير، وكانت تعود مثل ما قال السيد طرهان في بعض الأحيان 90%. الآن شكوى أهالي المحافظات يقول لك تعال انطيني محافظة جنوبية على الأقل، عفنا كردستان على سطح عفة، والمحافظات اللي دخلت بها شو اسمه داعش عفة، محافظات الجنوبية اللي ما بيها مشاكل كانت الموازنة توصلها مكتملة الخدمات. المشكلة هذا ايش قال وجيه الحكومة المركزية، هذا ليش قلت لك محافظات ومجالسها، ليش قلت لك؟ قلت لك خلل بالتطبيق. هنا عندنا مشكلة كل كبيرة، انه انا اجيب من غير من ليس هو مؤهل ولا يمتلك الكفاءة، مجرد كأنما هذا في صفة تشريفية نتيجة انه عندي بعلاقة خاصة او قيادي في حزبي او قيادي في كذا، كون اخلي محافظ حتى اسيطر، وبالاخير احط لك كم واحد من الحبربشية اللي يمه هم يديروا لي بعض التعاقدات وبعض الامور. هذا هنا أنا أقول خلل بالتطبيق. أنا قلت لك أكو خلل بالنظرية، والنظرية من خلال الممارسة ومن خلال السلوك العملي أكتشف كل ثغراتها وكل عيوبها وكل الخلل، فأبدي أطور بها شيئا فشيئا. طيب هذا الشخص إذا هو ما يمتلك الأهلية، غير مؤهل، مو ناضج، مو واعي، بتجير في ما يفتهم، وأنا حطيته محافظ، شلون راح تطلع لي منه نقش؟ شلون راح يجيب يحط لي بالسلة رطب؟ ما راح يكون منتج ولا راح يكون إيجابي. إذا جوهر مشكلتنا هو خلل بمنظومة الحكم والإدارة العلوية. زي. العلوية طبعا هذا العلوية هذا كلام الطبقة السياسية الحاكمة في البلد، هذا كلام ما ينطبق على كل المحافظات طبعا إيه؟ أنا ما أريد أظلم. نعم. لا أكو محافظين أكو متمكنين أنا أسوي بشكل عام، المشكلة وين؟ أكو مشكلة معقدة جدا متراكبة. المايك مال الدكتور نعدله شوي. واحد من الشباب يجي يعدله، أسخر روح لفاصل قصير صغيروني وترجع لي. أرجع لك صار معود الحكومة يطبعوا علينا. ترى ما يصير الحكومة أقوم أطلع أروح ولا الحكومة. لا 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 خل نروح إلى فقرة فخامة المواطن وبعض المناشدات ونرجع لكم. هذا البرنامج برعاية وزارة النفط. اسمت سامان، خطط لمشروعك بنجاح. مجلس الأعمال الوطني العراقي وزارة النقل. المجلس الاقتصادي العراقي. أخوان السلام عليكم، رمضان كريم. نحن أعضاء المجالس البلدية والمحلية، سبق وأن صوت علينا البرلمان العراقي بقيادة الحلبوسي وأنهى عملنا إحنا ومجالس المحافظات. هسه اللي تنهي عمله غير تعطي تقاعد، تروج لمعاملة، تعطي راتب، ماكو زين. انت تقدر تعيش بدون راتب الحلبوسي والبرلمان؟ تقدر تعيش بدون راتب؟ زين احنا شنو ذنبنا؟ لا عندنا دوائر دولة، احنا ما عندنا دوائر دولة، احنا غير معينين نهائيا، بس المجلس البلدي، وما عندنا خدمة غير هاي 16 سنة. زين احنا ناشدكم عمي، ناشدكم انتم الناشد، المحافظ بغداد اوعدنا بتمشيط وترويج معاملاتنا، لحد الان نائب مجلس المحافظة، واحنا الناشد الكاظمي وبالخير عليك ومشي عليك الكاظمه بالجوادين، تلتفت انه وللشعب كله، ترى تدمر الشعب عمي، صار ست اشهر بدون راتب، شلون يعيش الفقير؟ والله العظيم ما عندنا غير الراتب، والله العظيم ماكو غير الراتب. يا الكاظمي اسال من الله الكاظم، الله والكاظمي يوفقك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أستاذ كريم حمادي،
أخوكم أحد المرشحين لتعيينات تربية كركوك الذي مضى عليها أكثر من 8 أشهر. تم فرز الأسماء حسب التعليمات الوزارية الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة التربية ومن ثم إلى المديرية العامة لتربية كركوك. ومنذ ذلك الحين ننتظر بأنه لم يتم تخصيص مالي لكون عبر موعد 31/12/2019 لأن هنا حركة ملاك. وننتظر هذه اللحظة نرجو من الأستاذ كريم حمادي التطرق بموضوع تعيينات تربية كركوك وما هي الوجهة المالية الذي تؤثر هذه. تحية طيبة. نحن الخريجون المشمولون بقانون 67 الذي ينص على تعيين الخريجين 3 الأوائل على الأقسام العلمية والإنسانية في وزارة التعليم العالي أو بقية الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. نناشد بالتطبيق الفعلي لقانون 67 وتعييننا في هذه السنة، إذ أن أعدادنا قليلة ومحددة، فقد شملت وزارة التعليم العالي خريجي 3 أعوام فقط، وللدراسة الحكومية الصباحية فقط، ولا نرى أن تعيين هذه الفئة المتفوقة والمحددة سيتسبب عجز في ميزانية الدولة. هذا البرنامج برعاية وزارة النفط. اسمت سامان، خطط لمشروعك بنجاح. مجلس الأعمال الوطني العراقي وزارة النقل. المجلس الاقتصادي العراقي. أهلا بكم مرة أخرى في جزئنا الأخير. يعني أبدأ أسأل الحكومة دقيقة قبل الحكومة ترجع لي سريعا زين. شوف صار في 2013 صار الانتخابات على أساس قانون سانت ليغو. قانون سانت ليغو أنتج مجموعة من الكتل الصغيرة حصلت على نائب وأني عضو واحد مجلس محافظة، فحدود 8 إلى 9 أحزاب منفردة جابوا كل واحد نائب. هذا خلق حكومات محلية غير مستقرة، خلى حكومة المحلية بنائب واحد أو بعضو مجلس محافظة يقدر يغير الكفة من هذه الجهة إلى هذه الجهة، وبعض المحافظات يعني استغلت هذه القضية. فإحدى المشاكل الأساسية لهذه الدورة هو قانون سانت ليغو اللي إن شاء الله بعد لا يكرر، يعني الله لا يراوني. بعد النقطة اللي تفضل بها السيد النائب وهي صحيحة جدا، بعض المحافظات صحيح كانت تعاني من ما تفضل به محافظين غير كفؤين غير قادرين على إدارة محافظاتهم، لكن المشكلة الأساسية اللي لاحظناها الموازنة تجي بالشهر 8 أو 9 وتقر بالشهر بنهاية الشهر 9. إيش وقت تصير عندنا فرصة نطلع مشاريع؟ مو دائما يعني الموازنة كل سنة كل سنة كل سنة كل سنة هكذا يعني السنة السنة ما وصلت. لا هي مشكلة كل الدولة العراقية هاي، يعني مو بس المحافظات. لهذا يعني قانون لهذا لهذا وصل لشهر الثامن. لا لهذا مشروع رقم واحد مشهور، مشروع رقم واحد هدم والبناء المدارس 1800 مدرسة وزارة التربية هدمتها وفلوسها انسرقت، بينما احنا بدون ميزانية بدون موازنة بنينا تقريبا 1000 مدرسة في هاي المحافظة. كل كلام الحكومة الاتحادية، الحكومة الاتحادية فاشلة في كثير من المواقع، في كثير مو بشهادتي، شهادة الشعب. اسأل الشعب، شعب راضي على الكهرباء، راضي على وزارة النفط، راضي على التربية، راضي على الصحة. اسأل الشعب، ما لنا علاقة. المحافظات الجنوبية من طلعوا الثوارة والناس المتظاهرين طلعوا هم الثورة على النظام السياسي. هم طلعنا ذاك حكومات لا 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 هم طلعوا على المحافظين ومجالسهم لا 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 هم طلعوا على ممثل الحكومه الاتحاديه. لا لا ممثل الحكومه الاتحاديه من هو؟ الحكومه الاتحاديه ما لها ممثل هناك عزيزي، هم من شعب يتصور. انا حكيت ويا الناس، رحت العماره ورحت الناصريه يابا علش ده طالعين، قالوا هم ذول الحكومه. هو من يطلع على المجلس المحلي يقصد اي، بس هو بتصور ربما ما يعبر عزيزي. لا 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 هم يعني هم ما عندهم مجلس
الوزراء بالمحافظة، فهم يهاجمون المحافظة بتصورهم انهم دي يهاجمون رئاسة الوزراء والحكومة والمجلس المحافظة دي يهاجمون بمجلس النواب. نتكلم على استحقاقات اعضاء المجلس البلدي هاي حقوق ما يخالف، بس خلي اسال استاذ طورهان، انتم يعني الحكومة المركزية عفوا هي جهة فاشلة حتى يعني المحافظات طلعوا عليكم، يعني لا هاي الكلام هذا الكلام مردود، رغم انه عندكم بعض التجاوزات كثيرة منها حتى الاستثمارات الكبيرة، يعني مال تراخيص شركات النفط والشركات الأجنبية المستثمرة الكبيرة، انتم تلفون حول استحقاقات المحافظات والحكومة المركزية تروح تتعاقد وتدز هذه الشركات الكبيرة. لا لا هو أكفد نقطة كلش مهمة. أولا نعت الحكومة الاتحادية بحكومة فاشلة هاي كلمة مردودة، الحكومة بها خلل مثل ما الحكومة الاتحادية بها خلل، فالمحافظات والحكومات المحلية هم بها خلل، بالتالي أن يعمم أن الحكومة فاشلة هذا الكلام مردود وخطأ. الحكومة بإنجازات، أنا أقول لك الحكومات المتعاقبة فشلت في تصدير إنجازاتها، كان لها إنجازات صح مو إنجازات كبيرة، ولكن في ظل التحديات الموجودة بالعراق، ولكن الحكومات كلها عندها إنجازات، بالتالي إطلاق هذا الكلام لا يجوز هاي أولا. ثانيا النقطة الأخرى اللي أنا أريد أجي لمسألة التقاعد، بعدين أرجع على سؤالكم، مسألة التقاعد مال المجالس البلدية والمحافظات. نعم احنا سوينا اكثر من كتاب الى هيئة التقاعد بان يصرف التقاعد مالتهم. اللي صار بعض اعضاء مجالس هم دزولي قالوا احنا لان طاعنين بالمحكمة ومسوين طلب لهيئة التقاعد من خلال المحامين مالتنا ان يوقف صرف التقاعد على كلام اللي جاني مو هيك. بالتالي يعني اذا احنا اي واحد ياخذ تقاعد معناته احنا طعننا بالمحكمة ما يمشي. فاكو عملية ايقاف ان صح هذا الكلام اللي اجاني برسائل هم بعض الاعضاء المشتكين موقفين التقاعد، والا الحكومه احنا مسوين الكتب مالتهم ومحاولين ياخذون استحقاقاتهم وفق قانون التقاعد. هذا موجود. ارجوك ان اتكلم كلام صحيح، يعني هيئه التقاعد الوطنيه لديها من الكذب والتسويف والمواعيد غير الصحيحه من مدير العام الى اسفل موظف عندهم مع المجالس البلديه، مرة قالوا شروط، مرة قالوا لا أريد أمر إداري، مرة أخرى حالوها على الرقابة المالية، وهكذا إحنا في هذه الدواليب. صح هاي التعقيدات موجودة. أخي ما يردون يصرفون، ما يردون يصرفون. شو علاقة ديوان الرقابة المالية يعني؟ مو بيده ما يصرف، مو بيده ما يصرف. لا أخي هاي واضحة. بس هو التعقيدات يعني موجودة. دولة رئيس الوزراء لما راح أول يوم إله من عمله إلى هيئة التقاعد. راح لأسباب صح أكون حرافة هناك يعني لا يوصف، فإحنا جزء من هذا الموضوع هو ملف المجالس البلدية واستحقاقاتها. كلامك كلش صح دكتور، اللي ما يجري في التقاعد مو بس عليكم. طيب حتى موظفين طالعين تقاعد ما كمل، شهداء المجالس البلدية، شهداء المجالس البلدية هذول مو شهداء؟ ما لازم تمشي المعاملة مالتهم أخي موقفية. يعني كل شيء هو أنت في مجالس بلدية الآن موقوف في الهيئة العامة للتقاعد. دكتور انت جاوبت نفسك فيه، سيد رئيس الوزراء المحترم من راح اول يوم الى هيئة التقاعد لان هيئة التقاعد بمشكلة، مو بس انتو كمجالس، ملفات مال موظفين محالين للتقاعد ما تكتمل، اكو مشكلة في هناك، مو ماكو مشكلة، اكو تعقيدات، اكو امور غير منضبطة غير مضبوطة موجودة، بالتالي ما يحصل عندكم يحصل للبقية ايضا، اضافة الى ما وصلني اني من وجود طعن امام هذا الطعن متوقف الراتب، فهذا هم تكونون تدققوها انتم. دكتور اكو سيستم لمنح التقاعد، اكو سيستم واوراق مطلوبه، وهذا باركود احنا عملناه وكملناه بعثناهم اياه، اصلا الباركود انما انطلق لحد الان. دكتور انا اقول لك شيء اخر، انا اجاني كتب على الاوامر الاداريه مال مجالس محليه ما عندهم اوامر اداريه، يعني هو صار عضو مجلس محلي ما عنده امر اداري، صار له سنوات اكو محضر، هذا شلون يصرف له تقاعد هو ما عنده امر اداري؟ اكو محضر باول جلسه المحضر دكتور، المحضر المفروض يتحول الى امر اداري، من ماكو امر اداري شلون هو يصرف له راتب؟ احنا ما عندنا اوامر اداريه في المجالس البلديه ولا حتى مجلس محافظه، احنا عندنا اول جلسه محضر. والاسماء في اول جلسه وتعلن مو المحافظات، المجالس المحليه، المحافظات لا محليه ايضا، لا لا مو نفس الشيء، المحافظات بقرار انتخابي، يعني يطلع من المفوضيه الاشخاص الذوات فائزين فيدخل. طيب. مجالس المحليه ما موجود في هاي النقطه، موجود منذ عام 2003 لحد الان يعملون وياخذون رواتب وقوائم رواتب صح. ممكن يستنون عليها، اكو بدائل يعني صحيح. اكو بدائل بهذه الشروط.
ولازم يمضون بها، واذا ما مضوا بها احنا يعني اين نتجه؟ لا هو المحكمة الاتحادية بدنا ننتظر قرار المحكمة الاتحادية، اذا محاكم ادارية كل المحاكم الادارية تنظر للحكومة، واحنا اين نذهب في هذا الموضوع؟ الى جهات دولية؟ ما يصير. لازم تنصفونا الحكومة ولا غيرها؟ الحكومة، احنا مضطرين نختم لانه وصلنا الى نهاية البرنامج، ولكن انوه بان من حق من وردت اسمائهم او مؤسساتهم او دائرهم حق الرد على ما ورد في تصريحات السادة الحاضرين الكرام في هذا البرنامج، وخصوصا دائرة التقاعد او دائرة او مؤسسة اخرى. نختم مع السيد العقادي. استاذ السيد النائب، مجلس النواب هو اللي لغى مجالس المحافظة، بس بنفس الوقت يقول انا ضد الالغاء، يعني ضد الالغاء، يعني ضد دستور هاي القرار. هي هاي شفافية، يعني انا لم اصوت عليه. قول لي بدقيقة شنو الحل؟ يعني الحل انا في المجالس، اسمح لي، حتى تكون محافظاتنا قادرة على الاداء والتنمية. اسمح لي، اولا مسؤولية السلطة التنفيذية سواء كانت حكومة او محافظين سابقين واعضاء مجلس محافظه من الكفاءات اللي اشتغلت بال 15 سنه الماضيه عليهم ان يعيدون النظر بالمنظومه القانونيه للاداره اللامركزيه، المنظومه القانونيه يعيدون النظر بها ويقومونها، ويعني مساحه الاختصاصات للاداره اللامركزيه تتوسع وتكبر. من يعيدها؟ مجلس النواب؟ لا ذول، لانه المشروع القانوني يجي منهم طبعا، المجلس يسوي يشرع هذا القانون، بس اقصد لانه ذولا مشتغلين، اللي يشتغل بالميدان يعرف شنو المعوقات وشنو المشاكل حقيقيه. هذا من جهه التشريع ومن جهه منظومه الاداره. على القوى السياسيه ان لا تهرب من المشكله، المشكله مشكلتها لانه هي نفسها موجوده بالمجالس المحافظات، عليهم يتحملون مسؤولياتهم في ايكال هذه السلطه وترشيح الكفاءات الوطنيه اللي تستطيع ان تنهض بواقع المحافظات. ثلاثة اليوم الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية فيما يخص الطعن اللي موجود، وأنا أعتقد أنه هذا المسألة أو التشريع أو القانون هو غير دستوري على الإطلاق. ليش؟ بغض النظر عن أي ملاحظات، كل واحد عنده 70 إشكال على كل واحد موجود بالطبقة السياسية، من رئيس جمهورية إلى عضو مجلس بلدي. اسمح لي علي، العفو، العفو، هاي الدقيقة مالتك، هاي الدقيقة، قطعت الفكرة. لا يمكن إعدام، لا يمكن إعدام سلطة رقابية نص عليها الدستور على الإطلاق. شكرا. دكتور رياض. دكتور رياض، يعني القانون 21 هو السلبيات، بسلبيات بإيجابيات، بس يقول المهم تطبيق الدستور. جيد، خلينا نختم لأنه هذه بعد الدكتور نورهان، والتنسيق بين الحكومة والبرلمان والمحافظات أو المحافظ، والتنسيق والعمل كالمسطرة. يعني حلو، بس حلو. وين لقيت هذا المقلم؟ هو ملعب سرباط. استاذ سعد، استاذ سعد يقول زيادة صلاحيات للمحافظات هو يقلل الاصلاحات والمشاريع والخدمات والبنى التحتية. شكرا عبد الحسن، شكرا لاساتذتنا الحضور، ممتن لحضوركم في هذه الحلقة، ونقول لكل الناس المواطنين كل عام وانتم بألف خير، عسى أن يعوده عليكم بالخير والبركة إن شاء الله، وعيد مبارك عليكم. وسنستمر هذه الأيام، أيام العيد المبارك إن شاء الله، معكم في فقرات ومواضيع يعني جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.